شو الاسبوع الممل هذا؟ قال اسبوع فيفا، قال فاضيين احنا على فيفا، في عندنا مباريات مهمه، عندنا يوفنتوس وعندنا اتلتيكو مدريد، اذا بدي انبسط بنبسط بشغله واحده بس، انه ينصاب ميسي برباط صليبي بس. ها والله صح، اليوم مباراتهم ضد اسبانيا. بس يا كبير وصلت، وصلت يا ميسي عند احبابك. اليوم كارفخال وراموس بنزلوا عليك ضربه جلاندايزر سوبرمان الساحقه، واحد على اليمين واحد على الشمال، بيجيبوا لك اثنين رباط صليبي اذا ما جابوا لك ارتجاج بالمخ. اليوم اسبانيا بتفوز على الارجنتين، رباط صليبي لميسي، تيجي معلم تمام، بس ان شاء الله تلعب، ان شاء الله تلعب، ما تقعد تتخاذل يا متخاذل، ان شاء الله تلعب اليوم بس. يلا بسرعه ان شاء الله، بدي عندنا لعبه مع يوفنتوس، ان شاء الله نقضي عليهم في الذهاب، بنحط فيهم خمسه في الذهاب، بعديها مباراه اتلتيكو مدريد. هاي ليش؟ عشان نعدل الدوري بدل ما هو ممل، نقلل الفارق ونفوز عليهم. اه صح، اذا فزنا عليهم هيك بنوسع الفارق بينهم وبين برشلونه، واللقب هيك بيقرب على برشلونه. احا شو نسوي؟ نخسر يعني؟ بس يا رب رونالدو هيك يسجل 5-6 جوال، عشان ايش؟ عشان يتعدى ميسي ويصير هو هداف الليغا. طب كيف؟ كيف رونالدو يسجل 5 جوال؟ هيك يعني بنفوز على اتلتيكو مدريد؟ لا، بدنا نخسر من اتلتيكو مدريد. اصلا احنا ما بدنا هذا الدوري، احنا ماخذين الدوري السنه اللي فاتت، شو بدنا بالدوري هذا؟ بعدين عندنا 33 دوري، ما بلزمنا، والله ما بلزمنا. اه والله ما بلزمنا. صح كي، وفي كمان ممر شرفي. لا لا لا، يا رب نفوز على اتلتيكو مدريد. ايه طب برضو فزنا على اتلتيكو مدريد، برضو ممر شرفي، يا رب نخسر. احا طب واذا خسرنا كمان ممر شرفي. ممر شرفي، لا يا رب ان شاء الله ممر شرفي، اموت ولا اشوف اليوم ممر شرفي. رونالدو قاعد يزقف لميسي وهو داخل، لا لا اموت ولا اشوف اليوم اموت. وراموس قاعد يزقف لبكي وهو داخل، يا حبيبي يا حبيبي، والله غير اولاد بكي قاعد تخوف علينا. لا يا رب ايش اسوي؟ دقيقة، لقيتها، فيش غير ايش؟ نتعادل. طب وهيك كمان ممر شرفي. ايش اسوي؟ وين ما اروح القى جروح.